أنا فقط أريد يعني أذكر بتاريخ، التاريخ مش بعيد. لم تخض دولة عربية واحدة حروبا مع إسرائيل كما خاضتها مصر من حيث العدد. لم يحتل أرض عربية لدولة عربية واحدة مرة تاني كما حدث مع مصر عام 56 باحتلال سيناء، ثم إعادة احتلال عام 67. لم يحدث أبدا فيما يتعلق بالموقف المصري منذ عام 1948 وحتى اليوم، أن وهذا يعرفه كل يعني من احتك بالقضية وعاشها أو درسها، وهذا ليس مزايدة على أشقاء عرب آخرين، لكن لم يحدث أبدا طوال النضال الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ ما قبل منظمة التحرير الفلسطيني، منذ ما قبل 65، منذ عام 56 و55، وحتى اللحظة أن طرفا فلسطينيا مقاوما رأى أن مصر قد تخلت عن القضية. فلندع أصحاب القضية يتحدثون أن مصر تقيم مخيمات للاجئين في رفح، ثبت بالأقمار الصناعية وبكل يعني الوسائل الأخرى والتصريحات المصرية بأنها عبارة عن أماكن لوجستية لكي تقف فيها الشاحنات الذاهبة إلى فلسطين. مصر واضحة والإخوة الفلسطينيين أكثر وضوحا من مصر. لن يغادر فلسطيني واحد أرضه إلا شهيدا أو جريحا فقط. من غادروا اللد والرملة وحيفة ويافا عام 47-48 هم الآن في غزة، و 75% من أهل غزة من هناك، وفضلوا أن يقيموا بين أهليهم الفلسطينيين كلاجئين في مخيمات، لم يندمجوا في فلسطين نفسها. صحيح. انتظارا للعودة. صحيح. فهل يعقل أن إخواتنا الفلسطينيين هم الذين سيختارون اللجوء وترك أرضهم مرة أخرى؟ هذا على الجانب الفلسطيني، وأنا متأكد مما أقول. الجانب المصري، رئيس الجمهورية ولأول مرة أيضا منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية، ونذكر أنفسنا، هذا الكلام قيل داخل الأكاديمية العسكرية في مصر والأماكن لها دلالتها. صح. وذكر أمرين معا أن هذه تصفية القضية الفلسطينية مصر لن تسمح بها التهجير، وأنه اعتداء الأمن القومي المصري ومصر لن تسمح به. أرجو من يراجع كل يعني تصريحات مصر وعلاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ 79 أن يفعل شيء يعني ندرسه نحن في العلوم السياسية اسمه العلوم المقارنة. المقارنة هي سيدة الأشياء، ليس مجرد انتحال حديث أو قول بالقال وكأنه يصدر لأول مرة. مصر قضية فلسطينية، وهذه آخر نقطة أشير إليها، كانت تسمى قديما في الستينيات والخمسينيات القضية المركزية. الرئيس السيسي أسماها قضية القضايا. هذا أيضا مصطلح جديد، ونحن لا نتحدث هنا عن لغة أو بلاغة، نتحدث عن مواقف واضحة ومحددة سواء على صعيد السياسة الخارجية أو على صعيد العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.